اتجمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل اللي جاي جاي بوجعه ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح، حبت ظروفك جمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل فرحها وروح، ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم مش من ما فيه، وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش، أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس. بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نحن الجماعة، نحن خيال الظل، نحن جزء من كل في هذا العالم الذي نسعى لتحريره من كل هذه الفوضى التي تحكمنا. كانت رسالتنا الأولى من فوق مباني حكومية لنخبركم بأننا في كل مكان، نحن جوارك أنت، هدفنا هو أنت وحريتك. مبارك يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسؤال، من الذي يحكم هذه البلاد؟ من الذي يحكمك أنت؟ بتبيعنا في أول مطب يا فؤاد؟ هو ده الاتفاق؟ ما كانش ينفع اضحي بالمكان او الوضع اللي انا فيه، كان لازم اديهم هديه عشان يتلهوا فيها والموضوع يخلص. تقوم تديهم رقبتي هديه؟ رقبتي؟ بسم الله ما شاء الله، رقبتك لسه على كتافك، ما حصلش حاجه يعني.
وبعدين بصراحة الفرقعة اللي انتوا عملتوها كانت فرقعة فلص، أي كلام، ما عملتوش غير دوشة بس، كانش ليها لازمة، وهم ما بيجروش ورا الهيافات. وعلى فكرة أنا لو كنت لقيت في أي حاجة هتعترض طريقك كنت جيت وبلغتك، إنما أنت عرفت منين؟ مين اللي قال لك؟ الهانم شخصيا. الهانم بقت بتشتغل شخصيا، بتتحرك بنفسها. الحكاية أكبر من كده، الحكاية بقت عائلية جدا جدا جدا. أيوه. خلي بالك الفترة الجاية فيها شغل كتير، وعشان كده التحركات لازم تبقى كتير، ولو اختلفنا مش هيبقى في مصلحتنا احنا الاتنين ابدا. ايوه بس الرئيس رجع، يعني الحركات والتخطيطات لازم تبقى محسوب. عارف، بس انت لازم تفضل على العهد. انا دكتور على العهد، انا شايل كتير. عارفين، وكل ده هيترد في الوقت المناسب، كل شيء بتمنه. وخلي بالك مهما عملت لهم مش هيدولك اكتر من اللي هم عايزين يدهولك بمزاجهم. شوف يا دكتور، انا ماشي بمبدا شايلني وشايلك. تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال باذن الله. امين يا رب. استاذنك، السلام عليكم. بدري كده، ما تخليك تحضر معانا المغرب. لا والله عندي شويه مشاغل مخنوق، هبصلي في البيت. السلام عليكم. تقبل الله منك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دول مجموعة طلعت بقالهم كام يوم تقريبا، اسمهم خيال الظل. كام يوم وانا ما عنديش خبر يا فندم. بسبب حالتك الصحية كان في اوامر ان احنا نمنع عن سيادتك الاخبار اللي زي دي. اوامر؟ وخدتوا اوامر ايه تاني نوعني؟ ايه اللي خلاك تشغل الفيديو ده؟ فندم مات. اتفضل خد سيادة اللواء. اتفضل خد اللواء. اتفضل. ايه يا هشام؟ هو مش رياض ما حرج عليك ان انت تتفرج على اي حاجة ممكن تضايقك؟ ممكن اسألك سؤال؟ انت دورك هنا ايه بالظبط؟ امبارح اتفاجئنا ان اللي اسمه عمر ده متعين هنا في القصر، معرفش متحدث رسمي ولا بيعمل ايه بالظبط. والنهارده قاعد الحبس يقول لي انه واخد اوامر. هو مين اللي بيدي اوامر في المكان ده؟ هشام الموضوع مش زي ما انت فاهم خالص. انت ما كنتش موجود عشان ارجعلك في اي اوردر انا باخده. وبعدين انا بعمل كل ده عشان خاطر احميك. كمان تحميني؟ تحميني ازاي؟ هشام البلد كل يوم بيحصل فيها مليون مصيبه، مش لازم تعرفها كلها، مش مطلوب منك انك تحلها كلها. الدولة فيها مليون جهاز، هي لازم تقوم بالدور ده. لو انت هتقف على كل حاجة يبقى البلد دي مش هتطلع خطوة واحدة لقدام يا حبيبي. فين كلامك بتاع زمان؟ عايزك تقفي جنبي وتشيلي عني الحمل وكتفي في كتفك. دي رسالة موجهة لي أنا شخصياً، موجهة لهاشم الرئيس.
هاشم دول شوية عيال صيع. ما احنا ياما زمان مرينا بالحاجات دي واتحلت، راحت وانتهت. هاشم، احنا عندنا حاجات أهم بكتير من العروسة دي ولعب العيال، لازم نركز فيها. حبيبي، أنا شايفة إن دلوقتي أنسب وقت تطلع تكلم فيه الناس. ازاي يعني ايه؟ انا هرتب لك لقاء تلفزيوني. انا ما بتكلمش على لقاء تلفزيوني ولا ازاي هكلم اقول ايه وانت ما انت مديها اوامر. مديها اوامر عشان تمنعي عني كل حاجه، تمنعي عني الهواء والميه وكل حاجه. سيبيني دلوقتي. ادي اوامر. ادي اوامر ما تخليش حد يدخل عليا خالص دلوقتي لو سمحتي. اتفضلي. اتفضلي. أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدتي وسلامتي. عايزين نطمن الناس على صحة الريس. نشرات الأخبار بتذيع طول الوقت كل الأخبار اللي بتجينا من مكتب الرئاسة. ده غير المؤتمر الصحفي اللي بيتعاد على كل القنوات تقريبا. مش كفاية كمال. عايزة أطمن الناس بنفسي. بنفسك؟ عايزة أعمل مقابلة في التلفزيون المصري. أطلع أكلم الناس. الناس بتحب الحاجات ديت. تفتكري هانم ده هيكون مفيد اكتر من الاخبار اللي احنا بنذاعها؟ طبعا هيكون مفيد. الناس بتحب الواحد يتكلم معاه من القلب على طول. عايزين حد يتحمل المسؤوليه عشان لو كلامنا طلع كذب. طب ليه مش هاشم بنفسه هو اللي يعمل اللقاء ده؟ والله حاولت بس هو مش راضي. بيني وبينك هو عنده حق، مش عايز يظهر للناس وهو لسه تعبان. ايوه يا هانم بس مفيش بس يا كمال. اللقاء ده على اقصى تقدير يبقى بكره بالليل ان شاء الله، وعايزه تنويهات كتير قوي قبل المقابله. ميرسي يا كمال. عن اذنك يا هانم. اتفضل. نحن الجماعه، نحن خيال الظل.
أمين. ايه رامي انت فين؟ رامي انا بتصل بماما من الصبح ما بتردش ودلوقتي الموبايل بتاعها اتقفل. لا يا رامي مش عادي. انا قلقان عليها قوي. انا اروح لها على هناك دلوقتي. تجيلي. باي. انا مقدر يا طلعت اللي انت عملته الفتره اللي فاتت دي. عارف ان انت شلت حمل تقيل. مش لوحدي. البلد كلها كانت مستقرة بفضل. واللي عملت ايه في محاولة اغتيالي؟ عرفت مين اللي وراه؟ ان شاء الله بعد ما سعادتك تسترد صحتك هطلعك على حاجات كتير، بس ما ينفعش دلوقتي. انا عارف انك بتثق فيا وانا بثق فيك جدا، واحنا الاتنين هدفنا واحد. ابتسامتك دي مش مريحاني. انا مش متعود على الابتسامه دي. مبسوط عشان قاعد قدام سيادتك تاني. شكرا. بس انا حاسس ان في حاجه عاوز تقولها لي. القرارات اللي كنت هتعلمها عاوزنا الرؤية ولا ايه؟ لا 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 طبعا، بس يعني كنت عاوز نناقشها تاني عشان نشوف ايه القرار اللي هنعلمه دلوقتي وايه اللي ممكن يتأجل. انت عارف الوضع دلوقتي مختلف عن قبل محاولة الاغتيال، ولازم ندرس رد فعل الناس قبل ما ناخد اي قرار مصيري. عن اذن سعادتك. عايشة ازاي يعني؟ امال اللي انا دفنتها دي كانت مين؟ انت ازاي سيادتك تخبى عني موضوع بالحجم ده؟ دي طبيعة شغلنا. ما نقدرش نجازف بخروج أي معلومة إلا لما نتأكد من كل تفصيلة فيها. وأول حاجة كان لازم نعملها عملية تمويه تدي ثقة للي حاولوا يقتلوها. وبالثقة الزايدة دي هنوقعهم. وده وعد. وإيه الموقف دلوقتي؟ محتاجين مساعدتك. ما تحت أمرك. تمام. هنبلغك بالمطلوب. شاربة طبعا. رامي فهم مني وانا بقول حاجة غلط؟ مش ده اللي حصل؟ مش ده اللي انا بحذر منه؟ توقتوا؟
اتفضل امشي. مش وقته كلام في الموضوع ده. التلفزيوني ده بمهد لك الطريق يا حبيبي طالما انت مش عايز تطلع تتكلم. ما هو مش معقول الراجل اللي قعدوا مستنيينه الفتره دي كلها ما يطلعش يتكلم معاهم. قلت اطلع لهم انا بحته صغيره كده على قدي لحد ما الكبير بتاعهم يظهر. وانا فين من ده كله؟ انت النجم، انت النجم يا حبيبي اللي كلنا بنقدمك واحده واحده. يعني مثلا النهارده في وفد من مجلس الوزراء ومن الحزب جايين يطمنوا عليك. بكره ريسبشن فظيع في كل الناس المهمين اللي في البلد. وبعدين الرئيس هاشم يطلع بنفسه يكلم الناس. مريم ممكن تريحي نفسك وما تفكريش بالنيابه عني؟ ما اقدرش، ما اقدرش يا هاشم، ده شغلي يا حبيبي. وبعدين انت لما اخترتني يا هاشم مش اخترتني عشان كتفي يبقى في كتفك نساعد بعض؟ هاشم والله انا كل اللي بعمله ده عشان خاطرك. المفروض بقى تشكرني وتضحك في وشي مش تقلدم كده، تديني دفعه لقدام. ازعل منك؟ فين الضحك الحلو؟ ايه يا ابني؟ انتوا ما فيش حد عندكم في البيت ده بيدخل المطبخ؟ دي الحاجة عفنت في اكياسها. ايه مالك؟ جوزك شبرين كده ليه؟ أنا بفكر في شوية حاجات كده، ولما الحاجة عفنت في كياسها عملتي الحاجات دي ازاي؟ ست البيت الشاطرة حبيبي تعرف تصرف أمورها. بقول لكم إيه؟ شفتوا فيديو خالص زي؟ إيه ماله مضايقك؟ بالعكس أنا مبسوط بيه جدا. كفاية لسه في حد بيعرف يقول لأ في عز ما حدش عارف يقولها، ولا أنا حتى عارف أقولها. تعالي ابن رئيس الجمهورية ذات نفسه ومش عارف يقول لأ، أمال مين اللي يقدر يتكلم؟ مش يمكن عشان ابن رئيس الجمهورية نفسه مش عارف يقولها؟ بص يا رومي انا عايزك تتكلم معايا تقول له على اي حاجه مضايقك. شكلك فاهم ان انا وابويا بقعد معاه كده في الجنينه زي ما انا قاعد معاكم. يا بيه انا بقابل ابويا بمواعيد. عارفين انا ابويا كان دايما يقول لي قبل ما يوصل للرئاسه ان البلد دي عشان تهدى وتمشي لقدام لازم الثوره هي اللي تحكم. بس الحقيقه ابويا اول واحد نسي الكلام ده اول ما وصل للرئاسه. ممكن ما يكونش نسي خالص يا رامي، ممكن يكون الموضوع كله على بعضه كده طلع كبير عليه، وزي ما بيقولوا اللي على بره عوام. بس على فكره البلد ابتدت تمشي والشارع فعلا بقى اهدى. طب البلد طول عمرها ماشيه، بس احنا بقى عايزين نزقها شويه او نمشيها في طريق تاني غير اللي هي ماشيه فيه طول حياتها ده. لكن طول ما هي ماشيه بالعند والزق كده هيفضل كل شويه يطلع تنفيسه زي خيال الظل كده تقول لك لا احنا معترضين مش عاجبنا اللي بيحصل ده. لازم اللي في السلطه دايما يفضلوا عارفين ان الشارع ما ماتش.
واضح ان الموضوع شغلك فعلا. طول عمري اعرف ان مفيش اغبى من ابن الاغنياء اللي بيقلب شيواه، بس دلوقتي لقيت حد اغبى، ابن رئيس اللي يقلب ثوري. لقاءنا النهارده غير اعتيادي، لان ضيفتنا النهارده شخصيه غير اعتياديه، عشان كده لاول مره بنخرج بره الاستوديو بتاعنا. بنرحب بالسيده الاولى فاول لقاء حصري معانا في برنامجنا، ونتمنى ان لقاءنا معاكي النهارده يجاوب عن اسئله كتير بيسالها الشارع المصري في الوقت الحالي. وانا بتمنى ان ظهوري النهارده معاكم يطمن الساده المشاهدين على احوال البلد، وانا مستعده اني اجاوب على اي اسئله. اي اسئله؟ اي اسئله. ايه اللي حصل للبلد؟ سؤال بنساله لنفسنا كل يوم، لكن محدش فينا سأل نفسه إحنا إيه اللي جرالنا؟ مش يمكن العيب فينا؟ ليه وصلنا لكده؟ وبالرغم من كل ده حضرتك برضو ما نسيتيش القضايا العامة اللي بتنس الناس، زي المعركة اللي حضرتك دخلاها بخصوص قانون التحرش مثلا. والله يا إنجي إحنا عندنا قضايا كتير جدا في مصر، يعني من أهمها طبعا التحرش. أنا شايفة مثلا إن العقوبات لوحدها مش كفاية، عندك الحالة النفسية للست بعد محاولة التحرش أو الاغتصاب دي مهمة جدا، يعني دي في حد ذاتها قضية. عندك أطفال الشوارع قضية مهمة جدا، لازم يتعمل لهم مؤسسات. كل واحد ما بقاش بيفكر غير في نفسه وبس، نسينا حاجات كتيرة مهمة في حياتنا، نسينا الأصول، نسينا الأخلاق، بقت الغاية بتبرر الوسيلة، المهم نوصل لطموحاتنا وأحلامنا حتى لو هندوس على أقرب الناس لينا. الحمد لله إن إحنا قدرنا نسيطر على حالة التفكك اللي الناس كانت خايفة منها، خصوصاً بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال سيادة الرئيس. وأنا رفضت أي إجراءات استثنائية في البلد، وده طبعاً ضايق ناس كتيرة قوي كانت بتتمنى إنها تشوف البلد في حالة فوضى عارمة. طبعاً محدش يقدر ينكر الدور اللي حضرتك لعبتيه في المرحلة الخطيرة دي بعد محاولة اغتيال الرئيس ولحد ما قام بالسلامة الحمد لله. الصراحة ما كانش مجهودي أنا لوحدي، كان مجهود ناس كتير قوي في البلد. حضرتك متواضعة جداً، كل الناس شافت حضرتك عملت إيه وعلى الهوا كمان. حاجات كتير قوي اتمررت وتعكرت، بقى صعب قوي نرجع زي زمان، يمكن مبقاش في أمل عشان إحنا اللي اتغيرنا. هنروح لفاصل ونرجع تاني. ندخل بقى في الأسئلة الصعبة. أنا قلت لك من الأول عندي استعداد أجاوب على أي أسئلة. إيه طموح حضرتك في المرحلة اللي جاية؟ وهل شايفة إن في أي حدود لطموحك؟ طموحي ملهوش حدود، زي ما بيقولوا ملهوش سقف. شايفة إن المرحلة الجاية أكيد هتبقى مرحلة صعبة بالنسبة لي. هل شايفة إن مصر في المرحلة الجاية ممكن يحكمها سيدة؟ ليه لا؟ تحبي تقولي إيه كلمة أخيرة للمشاهدين؟ أحب أقول لكل السادة المشاهدين إن مصر ستظل بلد الأمن والأمان. عايزة أضمنهم كمان على صحة الرئيس، أقول لهم إن هو الحمد لله بألف خير. الحمد لله. في ايه؟ ويعمل في وشك كده؟ فين بيت الرجال؟ الحكومة هجمت علينا يا معلم، وانا نفدت بجلدي. والبضاعة في ايه؟ انت؟ معلم انا هربت من ايد امين الشرطة وجريت منه بالعافية. وحياة امك؟ يعني ايه يالا؟ الحكومة يا معلم ضربت علينا نار من كل حتة، وانا هربت والرجالة هربت. ده انا هولع فيكم كلكم. انت يا
روح يا عز، خلي مراتك تنظفك. احنا اسفين يا معلم. روح يا عز. بنشكر سيدة مصر الأولى السيدة مريم الرئيس إنها ادتنا من وقتها وطمنتنا على البلد وعلى صحة الرئيس وعلى نفسنا. في ماضي لازم يتنسي ويتنسي.